سنم المنبر واستهل بخطبة حسين، والأبطال حوله مسلحة وتلتفت صوبه، والحرام كلها مكترة بجانب عن الناس، وبمهند واقف على راسه العباس، ناشر الراية على الأخو ومفرع الراس، والله أسف هالراس كان انجسم نصين، وحسينا وحسين يحكي تقول جنه سيل سايل، كل من يريد لنصرتي من هالقبايل يطلع تراني من الصبح بالضعن شاه. وانت طلع ابو علي، الناس جاي تحج بحجك ابو علي، الوين تروح يا ابن رسول الله؟ هذه رسالة الحسين، ها وصلتكم يا شيعة. وحسين يحكي تقول جنه سيل سايه، كل من يريد لنصرتي من هالقبا يطلع تراني من الصبح بالضعن شايه، ايه عند الفجر طالع باهلي وهالشياهي، وويلة طاف وسعب البيت محمود المعاني، بيوم الذي فيه انقتل مسلمها، الحرام حل وزلزل الركن اليماني، لابس مخيطة والحرام كلهم محرمين، وحسينة شاتو مطايا يضحوا الحجاج يا ناس، وابو علي واما الشهيد حسين بيضحي بالعباس، واما بن امي عزمهم نكس الراس وسط الحرم ناوين بيضحون بحسين،